بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها أحدا، فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أعظمه عبدا وسيدا، وأكرمه أصلا ومحتدا، وأبهره صدرا وموردا، وأطهره مضجعا ومولدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، يقول المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في هذه المناسبة عباد الله، ليس لنا إلا أن نقف مترحمين، إلا أن نقف لنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ويرفع درجة من كان سببا وجيها ومباشرا لما نعيشه اليوم في الجزائر. إنه فقيد الجزائر وفقيد الأمة الإسلامية جمعاء، الشيخ العلامة المجدد المجاهد، العلامة المجاهد الشيخ عبد الحميد ابن باديس عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع منزلته في أعلى عليين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، وأن يجزيه عن الجزائر وعن الإسلام والمسلمين خير جزاء. وموضوعنا اليوم عباد الله، يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله: شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هناك ارتباط وثيق إخواني الكرام بين شهر رمضان وبين القرآن. فيه نزل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل يدارسه القرآن في رمضان. لماذا في رمضان بالذات؟ ما هي العلاقة بين رمضان وبين القرآن؟ العلاقات كثيرة جدا، وأكثرها قوة هي الرابطة والعلاقة القوية جدا بين القرآن وبين رمضان، هي علاقة التغيير. فرمضان هو موسم التغيير، وهو شهر التغيير. وإذا سألت عن منهج واستراتيجية التغيير، فالقرآن هو منهج التغيير. هذا القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد العرب قبائل متناحرة، فغير الله شأنهم بالقرآن، ورفع مكانتهم بالقرآن، حتى دانت لهم أرض الروم وأرض فارس، ووصل الإسلام إلى كل بقاع المعمورة. القرآن غير حياتهم، لأنه منهج التغيير. تلقوا القرآن وعندهم رغبة كبيرة في التغيير، فتوافقت الرغبة والاستراتيجية، وجاء رمضان موسم التغيير ليصنع نماذج رائعة غيرتهم من أناس تافهين لا يملكون شيئا إلا التغني بالخمرة، إلى قادة للأمم، إلى ناس أصحاب رسالة يفتحون القلوب قبل أن يفتحوا البلدان والأمصار. هكذا كان القرآن وكان رمضان استراتيجية قوية للتغيير. فما بالنا عباد الله ونحن على أيام فقط من رمضان؟ علينا أن نجلس ونقف مع أنفسنا وقفة محاسبة، ليسأل الواحد منا: كم صمت أنا من رمضان؟ كم من رمضان مر علي؟ وكم من ختمة من القرآن مرت علي؟ ماذا تغير في أخلاقي؟ لازالت كما كانت. عباداتي لازالت كما كانت، فيها تقصير وفيها تهاون. الخشوع لازلت أفقده كما كنت، لازلت لا أستطيع أن أتصدق حين أدعى إلى الصدقة،
لازال في حب المال، لازلت أطلق لساني في الغيبة والنميمة والكذب، ولا أراعي حدود الله في ذلك. قفوا مع أنفسكم عباد الله، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم على أيام فقط من هذا الشهر العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: آتاكم شهر رمضان، ثم ذكر مناقب وفضائل هذا الشهر الذي هو موسم التغيير. ماذا تغير فينا؟ يا من صمت 10 رمضانات، ويا من صمت 20 و30 و40، ماذا تغير في حالك؟ هل تغير مصيرك؟ نعم، رمضان يأتي ليغير مصيرنا. أليس لله في كل ليلة منه عتقاء من النار؟ يعتقون من النار في كل ليلة، فيتغير مصيرهم برمضان، يتغير مصيرهم لأنهم صاموا رمضان إيمانا واحتسابا. فكم صمنا من رمضان وماذا تغير فينا عباد الله؟ وانظروا إلى الصحابة الكرام، خير الناس هذا الجيل الذين رباهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رباهم رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فعرفوا منهج التغيير وعرفوا شهر التغيير، وكانت عندهم رغبة قوية وعزيمة لا مثيل لها تحرك الجبال وتهزها. كانت هذه العزيمة أداة ورغبة قوية تناسقت وانسجمت مع استراتيجية التغيير، فأحدثت هذا الجيل العظيم. رمضان واحد عباد الله، رمضان واحد إخواني الكرام، كان كافيا وكفيلا لمصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه لينال لقب سفير الإسلام، أول سفير في الإسلام. رمضان واحد كان كافيا لهذا الشاب الذي كان يلبس أحسن الثياب، وكان له أحسن طيب، وكان يعرف بأناقته وجماله وشبابه. رمضان واحد فقط كان كفيلا ليصنع منه نجما، نجما من نجوم الإسلام، ليصنع منه سفيرا للإسلام، ليأتي يوم القيامة مصعب بن عمير وفي ميزان حسناته كثير من كبار الصحابة من الأنصار، في ميزان حسناته لأنهم أسلموا على يديه، ويكفيه أنه قد أسلم على يديه سعد بن معاذ سيد الأنصار. رمضان واحد ماذا غير في مصعب بن عمير؟ فيا من صام 20 و30 و40 و50 رمضان، ماذا تغير في حالنا وماذا تغير في مصيرنا؟ رمضان واحد عباد الله كان كافيا وكان كفيلا لحنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه وأرضاه، شاب تزوج في ليلة عرسه وزفافه يفرح ككل شاب، يستأنس بزوجته التي رآها أول مرة فيطمئن إليها ويسكن إليها، وفي صبيحة تلك الليلة ينادي منادي الجهاد: يا خيل الله اركبي، فيكون الامتحان ويكون الابتلاء. ولكن رمضان الذي صامه غير فيه، فجعله ينجح في الاختبار وينجح في الامتحان، يترك العروس ويقبل إلى الجنة، يلبي نداء الله ونداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج مجاهدا ويقتل في سبيل الله. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السماء والأرض تغسله الملائكة. رمضان واحد كان كافيا وكفيلا لحنظل ابن أبي عامر ليكون غسيل الملائكة. فيا من صام 20 وصام 30 وصام 40 وصام 50 رمضان، ماذا تغير في حالك؟ وهل تغير مصيرك؟ هل أنت على قائمة العتقاء من النار أم لا زلت تنتظر حتى يحين رمضان آخر؟ رمضان واحد عباد الله، رمضان واحد كان كفيلا وكان كافيا لعبد الله بن عمرو بن حرام، هذا الرجل الذي لما سمع منادي الجهاد أراد أن يخرج في سبيل الله،
فجاء ابنه جابر بن عبد الله وأراد هو الآخر أن يخرج، وكان عند عبد الله بن حرام 9 بنات، فقال لولده: يا جابر، يخرج أحدنا ويبقى الآخر مع البنات؟ فقال: يا أبي، فاسمح لي أن أخرج. قال: لا والله يا بني، إني أريد الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تناقش في من يخرج، قال عبد الله بن حرام: إذا نستهم يا بني. فكانت القرعة واستهموا، فخرج سهم عبد الله بن عمرو بن حرام، فبكى جابر. جابر ابنه يريد أن يخرج هو أيضا، فبكى جابر، فحن إليه الأب وقال: والله يا بني، لو كانت غير الجنة لآثرتك بها، ولكنها الجنة. فخرج عبد الله بن حرام بن عمرو بن حرام، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وقبل بداية القتال سهم طائش من الصحابة أصابه ولم يعرفوه فأصابوه فمات. فبعد المعركة جاء ابنه جابر يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، يا رسول الله، أبي أفي الجنة هو فأرتاح، أم هو في غيرها فأجتهد له في الدعاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب متعجبا يقول: يا جابر، أهي جنة؟ يا جابر، أهي جنة؟ هي جنات يا جابر، جنات، وليست جنة، هي جنات، وإن أباك أصاب الفردوس الأعلى. يا جابر، إن الله ما كلم رجلا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا بلا حجاب. رمضان واحد عباد الله. وكلم أباك كفاحا بلا حجاب، فقال: عبدي سلني، فقال عبدي سلني، أو في رواية قال: عبدي تمنى علي. فقال عبد الله بن عمرو بن حرام: انظروا عباد الله ماذا يتمنى. قال: يا رب، أتمنى أن ترجعني إلى الدنيا فأقاتل مرة أخرى في سبيلك، فأقتل في سبيلك. فقال الله جل وعلا: كتبت أنهم إليها لا يرجعون، فتمنى علي أخرى. فقال الذي صام رمضان واحدا فقط، قال: أتمنى أن تخبر الناس ما أنا فيه من النعيم. فأنزل الله كلاما في كتابه العزيز يتلى إلى يوم الدين: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. رمضان واحد عباد الله. يا من صام 20 رمضان و30 و40 و50 رمضان، ماذا تغير فينا عباد الله؟ رمضان الذي صامه الصحابة هو نفسه رمضان الذي صمناه والذي سنصومه بعد أيام، والقرآن الذي قرأه الصحابة منهج التغيير هو نفسه القرآن الذي نقرأه. فما الذي تغير يا ترى؟ الذي تغير الرغبة المنعدمة فينا. الواحد منا يدخل على رمضان فتتغير بعض السلوكيات ويحسن بعض العادات ويأتي ببعض العبادات، وهو يتشوق إلى ما بعد رمضان ليعود إلى فجره وفسقه وغيه ويعود إلى تقصيره بعد ذلك. لم نصدق مع الله في نية التغيير. لا يمكن أن يكون التغيير مهما كانت الاستراتيجيات. رمضان والقرآن لا يمكن أن يغير فينا عباد الله إلا إذا كانت لنا رغبة قوية في التغيير، وكان لنا صدق مع الله جل وعلا. يقول الله في كتابه العزيز: الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هم من اختاروا الهداية، هم من اختاروا التغيير، هم من اختاروا أن يكونوا الأحسن، فزادهم الله هدى وآتاهم تقواهم. 3 رمضانات صامها هذا الرجل كانت كفيلة بأن تهز أعظم مخلوقات الله عز وجل، يهتز لموت سعد بن معاذ عرش الرحمن. أتدرون ما العرش عباد الله؟ من أعظم المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا. العرش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عقولنا الصغيرة أدري أنها لا تستطيع أن تستوعب عظمة هذا المخلوق، وهي إن دلت على شيء
شيء إنما تدل على عظمة الخالق جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات والأرض إلى الكرسي، أي بالنسبة للكرسي، والكرسي هو موضع قدم الرب سبحانه تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما السماوات التي نعرفها السبع والأرض للكرسي إلا كحلقة في فلات، كحلقة كخاتم ألقي في الصحراء في فلات، ماذا يساوي منها؟ أي نسبة يمكن أن نحصيها؟ وما الكرسي للعرش إلا كحلقة في فلات. فانظروا عباد الله لهذا المخلوق العظيم يهتز لموت سعد بن معاذ. ماذا فعلت يا سعد؟ 3 رمضانات فقط كانت كفيلة لترفعه هذه الدرجة وهذه المنزلة، ليهتز له عرش الرحمن، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمناديل المنديل الذي يمسح به عرقه، لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. 3 رمضانات كيف غيرته؟ وكيف رفعته؟ وكيف أعلت مكانته عند الله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضغطة أو ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ، لأن الله رفع مكانته، فلو أنجى منها أحد لكان أولى الناس أن ينجو من ضمة القبر. فيا من صام 20 و30 و40 و50 رمضان، ماذا تغير فينا؟ عباد الله، نحن على أيام قليلة، تتسارع بنا الأيام وتتسارع بنا الساعات والدقائق واللحظات، لتلحقنا بأعظم الشهور عند الله جل وعلا، لتلحقنا بشهر باركه الله وجعله محطة للتزود، وجعله محطة للتغيير. النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر يوما فقال: آمين آمين آمين. فسأله الصحابة: على ماذا تؤمن يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل في الدرج الأول فقال: يا محمد، رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له فقال آمين. رمضان هو فرصة عباد الله للمغفرة، هو فرصة للتغيير، وأعظم تغيير أن يتغير مصيرك. نعم، رمضان ليس أيام، رمضان دقائق، رمضان لحظات، رمضان ثواني، وكل ثانية هي مصيرك. بإمكانك أن تغير مصيرك في كل ثانية من ثواني رمضان ودقائق رمضان، فدقائقه غالية ولحظاته غالية، وفيه ليلة القدر هي خير من 1000 شهر. فعباد الله، هل استعددنا لموسم التغيير؟ هل استعددنا لموسم التغيير؟ وأعظم استعداد أن نصدق مع الله جل وعلا. لا يكفي أن تقول: أنا أريد أن أتغير بلسانك، فلا بد أن تكون صادقا مع الله. ومن صدق الله صدقه الله. جاء رجل وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء وقت الغنائم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسلما حديث عهد بإسلام، فأعطاه شيئا من الغنيمة، فقال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك؟ ما على هذا اتبعتك؟ لم أتبعك لأنال مال الدنيا. فقال: على ماذا اتبعتني؟ قال: اتبعتك لأصاب بسهم من هاهنا فيخرج من هاهنا. فذهب الرجل، وكانت معركة أخرى، فرآه الصحابة من بين الشهداء، فنظروا إليه فإذا هو قد ضرب بسهم في المكان الذي أشار، وخرج السهم من المكان الذي أشار. فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة الكرام عن الشخص، يقول: أهو هو؟ قالوا: هو يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه الله،
أصدق الله في التغيير، أصدق الله عباد الله، ونحن على ساعات وأيام من موسم عظيم يكفي شهر التغيير أن فيه أدوات تساعدنا على التغيير، أليست فيه تصفد الشياطين؟ أليس فيه تفتح أبواب الجنان؟ أليس فيه تغلق أبواب النار؟ أليس فيه ينادي المنادي يا باغي الخير أقبل، يا من يريد التغيير إلى الأحسن، يا من يريد أن يغير مصيره بتاتا وتماما وأبدا، يا من يريد الجنة، يا من يريد التغيير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هذه الفرصة بين أيدينا عباد الله، صححوا نياتكم، اصدقوا مع الله في أنكم تريدوا أن تعيشوا أحسن رمضان، فليكن هذا رمضان هو أحسن رمضان مر علينا، ليغير من أخلاقنا، ليغير في عباداتنا، ليغير في تعاملنا مع الناس، وليغير مصيرنا. لا تسمحوا أن يفوت رمضان دون أن نكتب من العتقاء إلى النار، لا تسمحوا لرمضان هذا أن يفوت، والله سبحانه وتعالى أعطانا فرصة عباد الله في هذه الأيام. فيما سبق من رمضانات كان الناس في هذه الأيام يتسارعون إلى قضاء الحاجيات، ويخرجون من بيوتهم ليل نهار وهم يتسارعون إلى التجهيزات لرمضان، لم يجهزوا قلوبهم لتلقي رمضان، بل جهزوا بيوتهم وجهزوا موادهم الغذائية وجهزوا المشروبات وجهزوا كل شيء. والنساء كن يجهزن الأواني ويغسلن البيوت. وفي هذه الأزمة التي تمر بنا، ونسأل الله جل وعلا خيرها وخير ما فيها من بركاتها، أننا جلسنا في بيوتنا نستعد استعدادا حقيقيا لرمضان، نجدد العهد مع الله، نجدد العهد مع الله، ونتوب إلى الله، ونستغفر الله، ونستعد للقرآن منهج التغيير، ونستعد لرمضان موسم التغيير. يحق لنا أن نتغير، ومن واجبنا أن نتغير، ومن واجبنا أن نكون الأحسن. رمضان يدعونا إلى التغيير، فهل أنتم مستعدون عباد الله؟ القرآن هو منهج التغيير، فهل أنتم مستعدون عباد الله؟ لا بد لنا من رغبة قوية وتخطيط وإصرار، وأن لا نخرج من رمضان إلا وقد غفر الله لنا وكتبنا من عتقائه من النار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك أمرنا، ونشكو إليك هذا المرض والوباء الذي أصابنا، لا نشكو لسواك يا أرحم الراحمين، ليس لنا رب سواك ندعوه، وليس لنا إله سواك نستغفره. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت. اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءنا واكتبهم عندك في الشهداء يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رحمتك ولطفك بعبادك المؤمنين. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، بلغنا رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه، سواء في المساجد أو في بيوتنا، فكل مكان هو لك مسجد يا أرحم الراحمين. وإن نعبدك في كل مكان، وأنت ترى مكاننا وتسمعنا في كل مكان. يا من بلغ علمه المستحيلات والممكنات والموجودات، اغفر لنا وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين، وارفع عنا ما نحن فيه. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا من مكر الماكرين. اللهم ارحم شيخنا وعلامتنا ابن باديس وجميع علماء المسلمين والمجاهدين والشهداء الأبرار. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.